السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جينا اليوم في تمرين هايل للمراجعه للفرض والاختبار وتمرين بالاحتمالات. هذا التمرين لتلاميذ الثانيه ثانوي علمي تقني رياضي ورياضي. التمرين يقول يحمي الكيس على اربع كريات مرقمه لا نفرق بينها باللمس. الكريات مرقمه من 1 إلى 4، نسحب كريتين على التوالي بارجاع، يعني نجبد الاولى نعاود نردوها نزيد نجبد الدوزيام. واش قال لك؟ نعتبر المتغير العشوائي اكس مجموع الكريتين، يعني كي نجبد الاولى نسجلوا الرقم نعاود نردوها نزيدو نجبدو الدوزيام نسجلوا الرقم نجمعوهم، هذاك هو المتغير اكس تاعنا. قال لك اي قيمه ممكنه لاكس اكتب قانون الاحتمال واحسب الامل الانحراف والتباين. هنا في هذا التمرين عندك اول حاجه تبدا بها هي دير الشجره يا دير الجدول تاعك او المخطط. حنا نبداو بالشجره لانها اسهل واسرع. واش عندنا؟ ولا نديرو الجدول لانه هنا راح نديرو هنا راح نديرو الجدول. اذا نبداو نجاوبو هنا واش راح نديرو؟ راح نديرو الجدول لانه اسهل في هذا النوع من التمارين. الجدول كيش يكون؟ راح يكون هكذا. شحال عندنا من كرية؟ عندنا 4، 1 2 3 4، عندنا 4، 1 2 3، نديرو 4 من 4 عندنا، لأن عندنا سحبتين، مكريات هي 1 1 1 1 2، اعتذر، 4 1 2 3 4. الآن المتغير تاعنا واش يقول؟ يقول لك لما نجبدو الأولى ونزيدو الدوزيام، راح نجمعو القيمتين، وعندنا بإرجاع، بإرجاع سمندو كامل الجدول. لو كان قالنا بدون إرجاع هذا دياغونال ما ندوش، لو كان قالنا على التو في آن واحد جزء التحتاني يعني دياغونال وهذوما ما ندوهمش متفقين، لكن هنا واش قال لك؟ قال لك بإرجاع، يعني راح ندو كلش. نعاود نرسم، أعتذر، نعاود نرسم واش بصير. جيد، إذا قلنا ندو كلش، نبدا. حنا المتغير العشوائي واش يقول؟ المجموع اسمها 1 زائد 1 شحال يعطينا؟ يعطينا 2، 1 زائد 2، 3 4 5، هنا واش راح يعطينا؟ 3 4 5 6، هنا شحال راح يعطينا؟ 3 زائد 1 4 5 6 7، 4 زائد 1 5 6 7 8. ما هي القيم الممكنة تاع إكس؟ من هذا الجدول نستخرجوها مباشرة، ما هي القيم الممكنة؟ إكس واش قادر يكون؟ مجموعة القيم تاع إكس وشنو هي؟ هي من 2 حتى 6 حتى 8، متفقين؟ الآن قال لك اكتب لي قانون الإحتمال، قانون الإحتمال كاش يكون؟ راح ترسم له جدول، هنا راح دير إكس إي، هنا راح تحط البي إي. راح نحط كل القيم اللي لقيناهم ونحسبوا الاحتمال تاع كل وحده فيهم. 2 شحال تعاود من مره؟ تعاود 1 من 16، 1 على 16 سي بون. 3 1 2 2 من 16، 4 1 2 3 3 من 16، 5 4 من 16، 6 هو 3 من 16، والسبعة 2 من 16، وثمانية هو 1 من 16. هذا هو قانون احتمال تاعنا. الآن فيما يخص حسب الأمل الانحراف والتباين، أنا في هذا التمرين واش راح ندير؟ راح نعطيك القانون فقط، راح نعطيك قانون كيفاش تعوض الحساب باش ما نضيعوش الوقت، راح تحسبه وحدك وتتأكد من النتيجة. الآن واش قال لي؟ احسب الأمل، الأمل تاعنا وشنو هو؟ U دي إكس، وش يساوي U دي إكس؟ يساوي مجموع إي من 1 إلى غاية، الإيوني الحق ممتاز، إلى غاية 7، علاه؟ 1 2 3 4 5 6 7، كاين 7 قيم، تسمى إي من 1 إلى غاية 7. الآن وش يقول لك القانون؟ يقول لك بي إي في إكس إي، حبيقو، نضربو هذا في هذا، 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 وهذا في هذا، وندير المجموع بيناتهم. معنى 2 في 1 على 16 زائد 3 في 2 على 16، كل قيمة تاع إكس نضربها في احتمال تاعها، زائد 5
في 4 على 16، 6 في 3 على 16 زائد 7، 7 في 2 على 16 زائد 8 في 1 على 16. جماعة هذا التمرين سهل، الإشكال تاعو وين راه؟ راهو في الآلة الحاسبة، لازم تدرب روحك على الآلة الحاسبة باش تجمع باش تحسب هذا النوع من التمارين. الآن بعد ما نلقاو النتيجة، بعد ما نلقاو النتيجة هنا تاع الأو، هذه النتيجة اللي تلقاها في الأخير راح نستعملوها في الانحراف المعياري الفي دي إكس. واش يقول الفي دي إكس؟ يقول لك المجموع كذلك من إي يبدأ من واحد أن يساوي 8 إكس إي مربع في بي اللي نلقاوه في الأخير، يعني كي نكملو راح نزيدو أو مربع. صح، نكملو الحساب. واش نديرو؟ راح نعوضو إكس إي مربع، يعني زوج مربع في واحد على 16 زائد 3 مربع في زوج على 16 زائد 4 مربع في 3 على 16 زائد 5 مربع في 4 على 16 زائد 6 مربع في 3 على 16 زائد 7 مربع في 2 على 16 زائد 7 8 مربع في 1 على 16. مور ما نكملهم واش راح ندير؟ نقسمهم، اعتذر هنا نقص، نقسمهم الـ او دو اكس اس 2. متفقين؟ جيد. مور ما نلقى النتيجة في دو اكس تاعنا راح نديرو له واش نحسبو التباين. واش راح نديرو؟ راح نديرو الجذر بكل بساطة، الجذر تاع في دو اكس. هذا كان تمرين خاص بالاحتمالات وملخص خاص به. أي سؤال يترك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.